جرت امتحانات نهاية العام الدراسي لطلبات التعليم الأساسي يوم الأحد بمراقبة تعليم شخرة التي وفرت للطلبة الممتحنين كافة سبل الراحة والهدوء والانضباط التي يحتاجها الطالب لإنهاء امتحانه في جو من التركيز والطمأنينة. نحن كمراقبة تعليم شخرة حاولنا توفير كل الإمكانيات اللازمة لإجراء الامتحانات في ظروف طيبة وحسنة من خلال التعليمات التي تم أعطاها لرئيس اللجنة والملاحظين والمراقبين. يجب أن تهيئ كل الظروف الملائمة بحيث أن الطالب يجد امتحاناته في أحسن ظروف. اليوم اللي هو تربية الإسلامية، اللجنة هذه يمتحن أمامها 95 طالب وطالبة. الطلبة اللي يمتحنوا أمامها طلبة مدرسة تعطية كاسح ومدرسة رويفع الأنصاري ومدرسة شهداء بسليم ومدرسة نسيبة بنت كعب. مدرسة عطية الكاسح كانت هي اللجنة المراقبة لهذه الامتحانات، حيث ضمت 4 مدارس وشملت تقريبا 95 طالبا ممتحنا، وأمنت لهم سبل الراحة والاستقرار في ظل ظروف البلاد الحالية الصعبة عليهم.